أسوأ من تشيرنوبيل، قصة الكارثة النووية الأولى التي أخفاها الاتحاد السوفيتي. لم يكن انفجار مفاعل تشيرنوبيل هو الكارثة النووية الوحيدة التي عرفها الاتحاد السوفيتي، بل سبقته كارثة كيشتيم التي يعد بعض العلماء أثرها أكثر خطورة من تشيرنوبيل بمرتين ونصف. سجل علماء الطاقة النووية في سبتمبر 2017 ظاهرة مرور سحابة كبيرة من النشاط الإشعاعي في سماء 14 دولة أوروبية. واستجابة للحادث الغريب، كون الاتحاد الأوروبي فريقا من الباحثين من جنسيات متعددة لبحث الأمر. خرج فريق العلماء والباحثين باستنتاج مهم في يوليو 2019، هو أن السحابة الإشعاعية التي اعتلت سماء القارة الأوروبية العجوز سببها تسرب إشعاعي من موقع مشروع ماياك الذي أسسه الاتحاد السوفيتي في منطقة سرية بهدف إنتاج قنبلة نووية. لكن المشروع فشل بسبب انفجار المفاعل في الحادثة التي تعرف باسم كارثة كيشتيم. المدن السرية، من هنا بدأت الكارثة. في بداية الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في نهاية أربعينيات القرن الماضي، علم جوزيف ستالين رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك ببرنامج الطاقة النووية الأمريكي الذي يعمل على تطوير نوع جديد من القنابل النووية، ولذلك أمر ستالين حكومته ببناء مفاعل جديد لمشروع سري للعمل على إنتاج قنبلة نووية، حتى يمتلك الاتحاد السوفيتي السلاح نفسه الذي تمتلكه أمريكا، خوفا من أن تميل كافة الحرب الباردة ناحية الولايات المتحدة. بني مشروع المفاعل النووي الذي سمي مشروع ماياك في إحدى المدن السوفيتية السرية التي تعرف حاليا باسم مدينة أوزيرسك. هو جدير بالذكر أن المدينة كانت من ضمن قائمة المدن السوفيتية السرية ولم تكن حتى على الخريطة السوفيتية الرسمية حتى مطلع الثمانينيات من القرن المنصرم. كان الاتحاد السوفيتي يتبع سياسة السرية في كل الأمور الحكومية وبالأخص عند حدوث مشكلات قومية مثل أزمة تشيرنوبيل، بالإضافة بالطبع للمشروعات القومية ذات الطابع العسكري مثل المفاعلات النووية. السرية في السياسة السوفيتية لم تكن تشمل قرارات وعمليات وحتى مواقع عمل، بل شملت مدنا بأكملها، وهي المدن التي كانت تقع فيها المفاعلات النووية ومؤسسات البحث والصناعات الحربية. فضلا عن عدد من المدن السرية التي كانت بها سجون كبيرة يقبع فيها المعتقلون السياسيون على وجه الخصوص، لا أحد كان له الحق في الدخول إلى تلك المدن إلا أهلها فقط، لا أحد يمكنه الزيارة دون أن يكون مقيما في المدينة. المدن لم تكن تسجل على الخرائط الرسمية التي تقرها الحكومة السوفيتية، ولم تكن تعامل في القرارات والعمليات السياسية باسمها الحقيقي، بل كانت تمنح رقما، مثل مدينة أوزيرسك التي كانت تسمى لدى الحكومة باسم المدينة 40. بدأت الحكومة السوفيتية في بناء المدينة 40 حول مفاعل ماياك 1946، ونقل إليها آلاف العمال والمهندسين والعلماء الذين وفر لهم جميعا فرص عمل في المشروع، مع مميزات كثيرة تجعل حياتهم في المدينة سخية ومريحة، مثل حوافز شهرية وإعانات لكافة أفراد الأسرة، وكذلك وسائل ترفيه مجانية ووجبات طعام وفاكهة مجانية، في مقابل أن يعيشوا حياة سرية داخل المدينة. في السنوات الثمان الأولى بعد بنائها، لم يسمح لأي فرد من سكانها الجدد بالخروج إلى مكان آخر، ولم يسمح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي من خلال الهاتف أو حتى كتابة الخطابات لأهاليهم. حياتهم كانت سرية تماما، حتى أن الانتقال إلى المدينة في البداية كان سريا، وكل من انتقلوا إلى المدينة 40 بويغ من قبل أهلهم أنهم مفقودون. وكان التبرير الذي تعطيه الحكومة السوفيتية لأهل المدينة أنهم يعيشون تلك الحياة في المدينة 40 لأن الاتحاد السوفيتي اختارهم لكي يكونوا منقذي العالم، في إشارة إلى أن مشروع ماياك أنشئ كي يحمي العالم من المشروع النووي الذي تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك. لم يكن أحد يعرف بوجود المدينة 40 حتى منتصف الثمانينيات، عندما كشفت الطبيعة عن أول كارثة نووية كبرى في التاريخ، وذلك بسبب رصد رياح في عدة دول أخرى تحمل تسريبات إشعاعية سامة. وعند تتبعها توصل الباحثون إلى مدينة أوزيرسك التي كما ذكرناها من قبل لم تكن على الخريطة، وعرف العالم لأول مرة عن كارثة كيشتيم. كما حدث في تشيرنوبيل، فشل تقني يؤدي إلى كارثة كيشتيم.
في الساعات الأولى من يوم 29 سبتمبر 1954 توقف نظام التبريد في أحد الأنابيب العملاقة التي كانت تنقل النفايات إلى الحجرات الضخمة تحت الأرض، ما أدى إلى ارتفاع سريع في درجة الحرارة نتج منه انفجار في أنبوب النفايات، ثم تبعته عدة انفجارات أخرى في المشروع كله، ما أدى إلى تسرب 20 مليون وحدة من الإشعاع السام. وفي خلال 10 ساعات فقط انتقلت الوحدات المسربة في شكل سحب إشعاعية كالتي ظهرت سنة 2017، وسافرت تلك السحب عبر الهواء إلى أكثر من 20 كيلومترا في محيط الانفجار. امتد التأثير الإشعاعي إلى ما يقرب من 300 ألف شخص كانوا يعيشون في حوالي 200 مدينة على مقربة جغرافية من موقع كارثة كيشتيم. وعلى الرغم من ذلك لم تخل الحكومة السوفيتية إلا حوالي 10 آلاف شخص من تلك المدن. وما يجب ألا نغفله هو أن التسرب الإشعاعي لا يزول بعد فترة قصيرة، بل يستمر في المناطق المحيطة لمئات السنين. لذلك أشارت العديد من التقارير إلى أن عدم إخلاء كافة المدن التي تأذت من التسرب يجعل حوالي 500,000 شخص يعانون من التسرب الإشعاعي لكارثة كيشتيم حتى الآن. كان أول من نبه العالم لحدوث كارثة كيشتيم هو العالم الروسي زوريس ميدفيديف، عندما نشر ورقة بحثية سنة 1976 يبرز فيها شكوكه عن البرنامج النووي السوفيتي، وتحدث عن وجود تسرب إشعاعي ما لم تعلنه الحكومة السوفيتية في ذلك الوقت. فما كان منها إلا أن أنكرت ونفت العالم ميدفيديف خارج البلاد، ولم تعترف الحكومة بالكارثة إلا خلال جلسة استماع كارثة تشيرنوبيل أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 1986. ومن الجدير بالذكر أن التحقيق الاستقصائي الذي بوشر آنذاك نشر في أوت 2017، أي قبل شهر واحد من رصد السحابة التي حملت إشعاعات سامة في بعض الدول الأوروبية، وأرجع العلماء فيما بعد مصدرها إلى مشروع ماياك. تجدر الإشارة أيضا إلى أنه سنة 2015 بيّنت إحدى الدراسات أن التسريب في المنطقة المحيطة بمشروع ماياك أو كارثة كيشتيم قد ارتفع، ووصلت كمية الإشعاع في البحيرات المحيطة إلى ما يقرب من 120 مليون وحدة، وهذا يزيد بنسبة 2.5 عن كمية الوحدات الإشعاعية التي تسربت في انفجار مفاعل تشيرنوبيل. لكن إلى متى سوف تخفي الحكومة الروسية الحقائق عن مشروع ماياك الذي أدى إلى كارثة كيشتيم؟ وهل ما زالت هناك مدن سرية لا يعرف العالم عنها؟ وهل تؤدي سياسات الحكومة الروسية فيما يتعلق بالمشروعات النووية إلى حدوث كارثة نووية مستقبلية؟